من جديد، وتنتمنى ان راه عاودنا رسلنا لوليان من جديد ديال الحلقه. نكمل عبد الله، بغيتك عيد تركز، دعيتوا انتم واحد الدعوه، دعيتوا لواحد الجهاز تنسيقي سميتو الجبهه المغربيه لمواجهه قانون التقاعد. شكون هما الاطارات اللي استجبت وشكون هما اللي ما استجبتش، وشنو الخطوات اللي درتو باش نمشيو عمليا باش ندوزوا للمحور الثاني التقاعد ثم الملفات العالقه اللي في التعليم؟ ثلاثه المحاور اللي عندك. بالنسبه لنا الدعوه وجهنا قلت لجميع التنظيمات النقابيه داخل المركزيات النقابيه والنقابات القطاعيه والجمعيات المهنيه، استجابت يعني 9 تنظيمات لنقابات قطاعيه وجمعيات مهنيه، انطلق العمل في الجبهه، ودارت المبادره الاولى قلت هي الوقفه امام البرلمان، و عندنا يعني المبادره الثانيه هي الوقفات الجهويه ب9 جهات على مستوى المغرب، بوجده، فاس، طنجه، الرباط، بني ملال، مراكش، الرشيديه، قلميم، وأكادير. إذن عندكم وقفات جهوية نهار نهار سي عبد الله رشيد؟ يوم الأحد فاتح دجنبير 2024، الحد الجاي كاين وقفات جهوية ب9 مدن جهة. يعني تسع مدن يعني 9 جهات. وعندكم وقفة مركزية، وعندنا مسيرة احتجاجية يوم 15 دجنبير بالرباط. إذا حنا الآن هذه المبادرة هذه هي مبادرة تسعى أولا إلى إثارة الانتباه ديال 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 الرأي العام العمالي والنقابي حول الخطورة ديال هذا مشروع قانون الإضراب 97-15، اللي يعني يحمل في طياته يعني واحد المجموعة المواد التي ستعرقل وتجهز وتجرم العمل يعني الحق في الإضراب، وغادي تقوض يعني التنظيمات النقابية، وستعطي يعني الفرصة للباترونال المزيد من الاستغلال ومزيد من مبادرة أخرى سي عبد الله ديال خادت السادات، عطات على أحزاب تقدمية، عطات على جمعيات مدنية حقوقية، واش نتوما ما تلقيتش دعوة رغم أن المنسق ديال أعتقد يونس فراشين هنا عفاد سميتو قال بأن راه مفتوحة، واش نتوما ما كانش شي تجاوب معاهم؟ الجبهة المغربية هي عبرت في إحدى البيانات ديالها على الانخراط ديالها في جميع المبادرات اللي غادي تكون في الساحة الاجتماعية، اللي الهدف ديالها هو واحد، هو المجابهة ديال هاد القانون الإضراب التراجعي الخطير. دونك هاد الجبهة الوطنية نحن تلقينا دعوة وناقشنا بيناتنا، وبيان سور عبرنا على انه نكون ممثلين فيها مع الاحتفاظ على الاستقلاليه ديال الجبهه وعلى المبادرات ديالها، ولكن نحن نسعى الى انه المبادرات اللي خصها تكون في الساحه خصها تكون كلها يعني كتكونفيرجي يعني كتهدف بشكل كلي الى، بمعنى انكم ستنخرطون في كل المبادرات الميدانيه اللي غادي تدعمها. مستعدين اننا ما عندناش يدنا مفتوح ممدوده للجميع، ونعتبر بانه الامر يعني انطلاقا من قناعتنا كجبهه باننا القانون الاضراب ولا القانون ديال التقاعد ولا القانون ديال الدمج الكنوبس فاسينيسيس. واخا عبد الله دابا تنتكلم معاك، دابا نتوما تنتكلم معاك وتنشوفك تتبع واحد الندوه كاينه في المقر ديالكم ديال الشبكه المغربيه ديال التقاعد، هذه سيعطينا عليها فكره وشكون المكونات ديالها وشنو المشروع ديالها. الله يخليك اقتدار. هذه الشبكه المغربيه لهيئات المتقاعدين، هي الهيئات ديال المتقاعدين شبكه اللي جات في اطار اولا الاحتفال او التخليد ديال اليوم العالمي للمسنين اللي كان فاتح اكتوبر 2024، واللي جاب مبادره ديال مجموعه من الهيئات ومن بينهم الاف ان او
إذا دارت هذه الشبكة، وهذه الشبكة دارت المحطة الأولى، والبارح يعني أو اليوم كان عندنا ندوة صحفية. هذه الندوة الصحفية اللي استعرضنا فيها كشبكة اللي مكونة الآن من 6 تنظيمات، مع يعني طلب ديال مجموعة من التنظيمات ديال المتقاعدين في قطاعات متعددة الالتحاق بهذه الشبكة. إذا يوم السبت عندنا وقفة أمام البرلمان على الساعة 11 كشبكة يعني ديال مغربية لهيئات المتقاعدين، واللي الهدف ديالها إثارة الملف ديال المتقاعدين وديال التقاعد، لأن هذا التقاعد بيان سور حنا كنعرفوا بأنه الآن كاين واحد لا ترانزيسيون ديموغرافيك، واحد الانتقال ديموغرافي كبير للنسب ديال المسنين يعني تتزايد اضطراديا، يعني أنه في واحد يعني هذه الوضعية تتطلب من الدولة أنه تعاطى مع المطالب ديال المتقاعدين، لا الزيادة في المعاش ولا التغطية الصحية ولا الشؤون الاجتماعية ديالها، وكذلك يجب أن لا تعتبر بأنه التقاعد شيء يعني موضوع تقني وإداري وتدبيري. واخا قبل ما ندوزو نتكلم على السي عبد الله، أنا بغيتك معايا واحد المسألة وما نختلفش أنا وياك. دابا تنشوف أنا التعاطي ديال الشغيلة عموما مع هاد جوج ملفات ديال الإضراب وديال التقاعد، والتقاعد من تندوي مع بشقين، يعني المعاشات ناس متقاعدين، النشطاء ولا المتقاعدين يعني الجيل العدد الاخرين، تنشوف واحد التفاوت في التعاطي بان الناس تهتم بملف التقاعد وما ياتي من التقاعد عكس ملف الاضراب، رغم ان الاضراب هو الاداه التي تحقق تقاعد وغير تقاعد وكذا والكرامه بشكل عام. اش بغيتك واحد الكلمه توجهها باش بنادم يحيد يغسل الباربريز ويحيد هذا اللبس هذا؟ فعلا انه الان نحن امام يعني واحد مجموعه من المخططات، ولكن المخطط ديال الاجهاز على الاضراب يشكل اخطر يعني المخططات، لان الاضراب هو السلاح ديال الطبقه العامله الذي بواسطته غتواجه اولا سياسه ديال 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 الباترونا والسياسات العموميه ديال الدوله، وبها غادي تطالب المطالب ديالها، وبها غادي دير يعني التنظيم النقابي يستطيع ان يمارس حقه وحريته النقابيه. اذا في غياب الحق في الاضراب، غياب الحق في الاضراب يعني لن نستطيع لا تحسين لا تقاعد ولا تحسين المكتسبات الاخرى ولا تحسين يعني التغطيه الصحيه ولا اي مطلب من المطالب ديال الطبقه العامله. إذن على الطبقة العاملة بكافة مكوناتها من عمال وموظفين ومستخدمين أنه السلاح ديال الإضراب، أن هذا الهجوم الذي الآن تشنه يعني الحكومة الحالية، واللي هي يعني تعمل ليل نهار من أجل توفير الشروط ديال تمرير هذا القانون ديال الإضراب في غفلة من الطبقة العاملة، لأنه كتطلب أنه الطبقة العاملة خصها تتعبى وخصها تكون حاضرة وتعطي الأولوية القصوى لمعركة قانون الإضراب. فإذا تم تمرير قانون الإضراب فستكون الطامة الكبرى، وإذا تم إيقاف هذا المشروع ديال قانون الإضراب فالطبقة العاملة يمكن لها أن يعني أولا أن تحصن مكتسباتها الأخرى، ويمكن أن تسترجع حقوق أخرى. إذن نحن أمام يعني معركة يعني مصيرية ديال الطبقة العاملة، واليوم الأحد عندنا هذه الوقفات الجهوية. إذن مطلوب من الموظفين بمختلف القطاعات والمستخدمين ديال المؤسسات العمومية والعمال في القطاع الخاص والمعطلين والطلبة والكادحين، لأن من سيتضرر من الجميع سيتضرر من 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 هذا التمرير ديال هذا القانون. إذن كنظن أنه الطبقة العاملة والحركة النقابية مطالبة، والأحزاب السياسية الحليفة للطبقة العاملة والحركة الحقوقية والمجتمع المدني مطالبين،
والشرفاء والشريفات في هذه البلاد مطالبين ببذل المجهودات لتنوير الرأي العام والتأكيد على أن المشروع ديال 97-15 في مختلف الصياغ دياله، لا يعني الصياغ التي الآن يتم يعني تنقيحها، ولكن على مستوى الجوهر هي واحدة، هي الانتصار لتقويض الحق في الإضراب. عبد الله، ندوزو لواحد الملفات العالقه اللي في قطاع التعليم. سي عبد الله، انتم اليوم غادي باقي اعتقد ما ريحتوش مع الوزير، واش كاين غادي يريح معكم واحد بنقابه بنقابه، ولا غتجمعوا معاه بخمسه؟ دابا اللقاء الأول هو غادي يكون لقاء ديال كل نقابة على حدة، هذا النقابه على حدة. واخ مزيان، غنمشي معكم انتوما دابا لي فانو، دخلتوا عدد السيد الوزير هذا، اشنا هم الملفات العالقه اللي في نظركم ما تمش انصاف اصحابها ولا ذوي الحقوق اللي ملحه ومهمه، وعلى هاد الوزير هذا انه يتناول هاد الملفات العالقه في رايكم انتوما كنقابه؟ انا كنظن انه الملفات العالقه هي الملفات الوارده في الاتفاق ديال 10 و26 دجنبير 2023، واللي لحدود اللحظه كاين مجموعه من الملفات التي ما لم تر النور لحدود اللحظه، وكاين ملفات التي يعني تنفذت فيها جزء وجزء لم ينفذ، وفيها ملفات اللي كاينه فيها اختلاف وخلاف مع الوزاره على مستوى التصور ديال التنفيذ ديالها. اذا اول حاجه اللي يمكننا ناكدوا للوزير ديال التربيه الوطنيه، بالنسبه لنا اول ملف هو الحريه النقابيه، بمعنى انه على وزير التربيه الوطنيه وعلى القطاع يعني مسؤولين ديال وزاره التربيه الوطنيه مركزيا وجهويا واقليميا احترام الحريات النقابيه، بمعنى هذه اول حاجه اللي خصنا نشبتوا بها وناكدوها على مستوى اللقاء مع الوزير. ثم ثانيا نأكدوا على المسألة ديال عندنا واحد المجموعة ديال الإخوان والأخوات الموقوفين والموقوفات، يعني من الضحايا ديال التنزيل ديال قانون الإضراب قبل إقراره على مستوى الحراك ديال التعليم، واللي مازال يعني الأجور ديالهم موقوفة، وبلغني بانه كاين اللي توصل بالاجور ديالو في هذا الشهر، وكاين ناكدوا على انه يجب الغاء كل يعني الاجراءات التاديبيه العقابيه التي طالت اكثر من 500 استاذ واستاذه، لان هذه الاجراءات العقابيه هي اجراءات يعني غير قانونيه ولا معنى لها، ولا يمكن تصنيفها الا في اطار الشطط وفي اطار يعني التضييق على الحق ديال هاد الاساتذه والاستاذات في ممارسه الحق ديالهم في الاضراب هذا الحريه النقابيه. دابا مزيان، زيد الملف الثاني. ايضا كناكدوا على المساله ديال استرجاع المبالغ الماليه المقتطعه من الاجور المضربين والمضربات، عشنا العام اللي كان داز. وعد، هذا كان وعد حكومي، هذا كاع ماشي وعد، هذاك راه يعني نقطه في الاتفاق واللي جات واكد شفويا يعني مكتوبه، ووزير الميزانيه اكد بانه يلتزم باسترجاع المبالغ الماليه المقتطعه للفتره ديال الحراك في يناير 2024، والفتره اللي كانت قبل الحراك يعني ديال السنه ديال البدايه ديال 24 ديال 23 ولا 22 الى غير ذلك، يتم استرجاعها في مارس وفبراير ومارس 2024. إذا للأسف على أنه لم يتم الالتزام بهذا النقطة المتفق عليها، واللي خضات يعني وقت كبير في النقاش مع الوزارة والوفد الحكومي. النقطة الثالثة هي المسألة ديال الهيئة التدريس، لا زالت نعتبرها يعني خاصها تنصف. إذا الإنصاف ديال هيئة التدريس أولا في الابتدائي والإعدادي والمختصين خص إقرار تعويض تكميلي من حجم 500 درهم صافية لهذه الفئات بثلاثة ابتداء من 1/1/2024. هذه نؤكد على أن هذا مطلب أساسي. المطلب كذلك ديال صرف
500 درهم ديال التعويض الخاص ديال المساعدين التربويين الوارده في الاتفاق ديال 10 دجنبير 2023، واللي وزير الميزانيه دائما كان كيقول بان كل الامور التي اتفقنا عليها سنلتزم بها. اذا بغينا وزير الميزانيه خصو يلتزم بهذا ال 500 درهم وتصرف للمساعدين التربويين اللي هما العدد ديالهم ماشي بزاف، العدد ديالهم واحد 10000 12000 واحد، اذا العدد ديالهم ماشي بزاف، وهذا حقهم وهذا التزام وقعته الحركه النقابيه مع المسؤولين وعلى راسهم رئيس الحكومه. دونك هذا الموضوع يجب ان يكون يعني ما يكونش فيه النقاش، لان هذا التزام وهذا اتفاق. كاين النقطه المتعلقه بساعه العمل، ساعه العمل كذلك كان اتفاق على انه تحديد المده ديال العمل الاسبوعيه في الابتدائي والاعدادي والتاهيلي غادي تكون في شتنبر 2024. اذا وكان التزام بانه الامر يعني يقتضي الراي ديال اللجنه ديال المناهج، دونك اللجنه الدائمه ديال المناهج والبرامج. دونك هذه اللجنه اشتغلت من مارس 2024 الى حدود اليوم، ولكن زلنا يعني ما كاينش شي جديد في هذا الموضوع، وهذا يعني كنعتبروه يعني اخلال بهذا الالتزام. كذلك كنعتبروا بانه خاص التعويض على الرتبه الثالثه الخارج السلم. بالنسبه للخارج السلم كان الاتفاق على انه تصرف 1000 درهم في الرتبه ابتداء من 1/1/2024 كامله، للاسف انه تم تجزئها الى سنتين، 500 درهم في 24 و500 درهم في 25. اذا حتى هذا الامر حنا نعتبره يعني نقطه فيها تراجع. بمعنى كاين الملف كذلك ديال الملف ديال ما يسمى بالزنزانه 10. اذا الزنزانه 10 هما الاساسيين اللي توظفوا بالسلاب سعود ومرتبين الان. كاين شي توضيح اهم في هذا الموضوع هذا، لان تتنزل هنا مجموعه ديال الاسئله مركزه على الزنزانه 10، شنو اخر التطورات ديالهم؟ الزنزانه 10 لحدود اللحظه ما كاينش تطورات فيها. هذا الملف طرحناه وعاودناه مع الوزاره، واللي اساسي انه سبب النزول ديال هاد النقطه في النظام الاساسي هو انه كان خصنا نحسموا هذا الملف، وانه يطوى في 24 يتم الترقيه ديال الاخوان والاخوات المتضررين والمتضررات اللي هما العدد ديالهم 31000. اذا كان الصراحه يعني في النقاش كانت وزاره الماليه تؤكد على ان التسقيف كاين، ولكن وزاره التربيه الوطنيه يعني كانت ترفض هذه العمليه وكتعتبر بانه ما يمكنش. اذا احنا ك اف ان او اليوم اللي وقعنا الاتفاق راه خرجنا وعبرنا على الصيغه التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع. حنا كنقولوا بانه التسقيف خصو يكون، والا ما كانش تسقيف لا معنى لذاك الماده 81، بمعنى انه الضرر والمظلوميه ديال هذه الفئه ستستمر. اذا حنا الان كنأكدوا على انه مازال الحال، وبان الوزاره ديال التربيه الوطنيه والاطراف الحكوميه المعنيه بالاتفاق في امكانها استدراك الامر واعمال تاويل الايجابي للماده 81 وبشكل يعني عاجل يتم الحل ويترقوا المعنيين للدرجه الاولى والملف ما يبقاش يدور. اما الان بهذه الصيغه اللي الان وزاره التربيه الوطنيه اعدت قاعده المعطيات ديال المستوفون للشروط ديال الترقيه للدرجه الاولى، فالناس ما غيتسالاش للترقيه ديالهم في 24 او 25 او غيوصلوا حتى ل 28. اذا بمعنى ان الملف غادي يستمر يستمر في الساحه بالاحتجاجات بالانتقادات. اذا نحن ك اف ان او كنأكدوا على انه الوزاره ديال التربيه الوطنيه يعني خصها تتحمل مسؤوليتها في الدفاع على هذا الملف، رغم ان الان الوزاره كتقول لك انا ما عنديش مشكل الماليه، يعني تقلبت الان المساله ديال التسقيف. سي عبد الله توضحها مزيان شويه، بلا تشوف لي كومونتير مادام بحال مركز عليها بزاف.
المساله ديال التثقيف هو انه مثلا عندنا استاذ عنده الدرجه الثانيه في السلم في 2010 وتزادت له 5 سنين، غادي تصبع عنده الاقدميه في الدرجه الثانيه 2005. اذا 2005 الى زدتي له 10 سنين غادي 2015، وزدتي 4 سنين غادي 2019، دونك 2019 غيدخل الجدول الترقي العام الاولى، 2020 العام الثانيه، و2021 العام الثالثه، و2022 العام الرابعه، و2023 عاد غادي يدوز، عاد غادي يدوز وغادي تعطالو 4 سنوات ديال الاقدميه في الدرجه الاولى جديده ياك. ولكن الاخوان كيقول لك اودي الى الاستاذ مثلا عنده 2009 وصل لزتيلو 14 سنه، اذا خصو يدوز زتيلو 5 سنين غادي يولي في 2004، 2004 زتيلا 2014 زتيلا 14 غادي تولي 2018، بمعنى هو غادي يدخل الطابلو حتى ل 2023، ويقدر ما يدوش في 23، يمكن يتاجل حتى 24، يمكن يتاجل. اذا هما بالنسبه ليهم كيعتبروا بان العدد السنوات اللي غادي يقضيوها من الدرجه الاولى من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى باضافه 5 سنوات كاين اللي كتجاوز 14 سنه، في حين انه كنقولوا بانه اللي وصل 14 سنه اوتوماتيكمون يدوز للدرجه الاولى. اذا احنا اللي مهم في هذه العمليه هو انه الان الى تم الاتفاق على انه التثقيف يتم اعمال التثقيف وندوزوا هذه الفئات يعني في 23 24 يتسالوا، غادي الملف بيان سور ما غيكونش فيه ضرر، يعني الناس غادي يكتسبوا واحد الاقدميه داخل الدرجه الاولى، ومني كاين اللي غيكتسب 4 سنين، كاين اللي غيكتسب 3 سنين، كاين اللي غيكتسب عامين، كاين اللي غيكتسب عام، كاين اللي ما غيكتسب حتى سنه بالنسبه لهاد الصيغه اللي مطروحه الان من طرف الوزاره. ولكن الى دار تثقيف راه الناس بيان سور غادي يكتسبوا يعني اقدميه اكثر، وغادي يترقاو للدرجه الاولى يعني في البلافون ديال 2024. اذا هذا الموضوع ديال الزنزانه 10 كنعتبروه موضوع يعني اختلقته الوزاره لاستمرار هذا الملف، والاستمرار يعني الحيف ديال هذه الفئه اللي فعلا فيها افواج متعدده. وبالمناسبه كنأكدوا على انه كاين افواج اللي كانت في السلم 9 ولكن الان راها في السلم 11، بحال دابا الفوج ديال 1993 94 95 96 97، حتى هاد الافواج يعني كتعتبر نفسها انها متضرره. علاش؟ لانها الان ممكن كاين اللي راه في الدرجه الثانيه الان وغادي يترقى للدرجه الاولى، وممكن يوجد راسو في الترتيب قبل من هذاك اللي راه في الدرجه الاولى. اذا هذا الشيء كنا ناقشناه في الحوار وقلنا اودي تعطالم سنوات جوزافيه، يعني 93 تعطالم 3 سنين هما 94 و95 و96 تعطالم عامين و97 تعطالم عام على اساس جبر الضرر. واخا كنقولوا جبر الضرر راه الضرر يعني الناتج على هذه الاخطاء المرتكبه على مستوى التوظيف بسلالم مختلفه وترقيه فئه، بعد فئه كتعطيها سنوات جوزافيه وفئه ما كتعطيهاش سنوات جوزافيه، اذا خلقنا واحد لازيزاني في القطاع، ووجدنا فئات يعني مختلفه بوضعيات مختلفه بضرر يعني او باحجام ديال الضرر مختلفه. دابا دابا اللي لاحظت انا واحد الملاحظه بسيطه، يمكن انت اكثر تقنيه مني في هذه المسائل، وهو ان كل هذه الهندسات اللي توضعات تتخلي ضحايا في هذا الملف. واش ما كاينش زعما شي حل اللي ممكن يكون شامل شويه وما يخليش هذه الاضرار؟ انت تشوف التعاليق ولا تشوف المواكبه اليوميه
لا في تصوركم انتوما كنقابة باش لا هذا تبيني الموضوع نجيب لي ديكا. في الاول كان مطروح قبال، كان طرح شي حاجه سميتها الترقيه الاستثنائيه باش الناس يعني نحسموا الملف، ولكن قلت الملف راه ما بداش مع في الحوار القطاعي الاخير. الملف راه بدا في 2018 يعني في الحوار ديال مع الوزير امزازي، بدا النقاش ديال هاد الزنزانه 10، وكانت يعني اقتراحات ديال النقابات، وكانت يعني الرفض ديال الوزاره، يعني المكونات انذاك ديال، لان وزاره التربيه الوطنيه هي الوحيده اللي كانت كتحضر معنا، دونك كانت كترفض انها يعني تعالج هذا الملف. وهذا الملف تفرض يعني اولا بالنضالات ديال هذه الفئه، ثانيا فرضوا الحراك، ولكن هذه الصيغه اللي تفرضت كان فيها الامل انها تكون يكون فيها تسقيف، يعني تسقيف بمعنى انه كاين في 2019 راه دار التسريع ديال الترقيه ديال الفئه ديال الزنزانه 9، ولكن كل ما وصلتي 10 سنين كتدخل للطابلو اوتوماتيكمون كترقى. اذا هاد العمليه في هاد الحوار هذا تقترح التسقيف ديال 14 سنه، ولكن 14 سنه كيقول لك بانه ما غيبدا الا يعني الاستاذ ولا الاستاذه ما يمكن يتسجل في الطابلو ديال الترقيه حتى من 1/1/2023، يقدر يكون هو عنده 14 سنه قبل 23 ولكن ما غيدوش، اذا كيعتبر راسه متضرر. اذا كاين فئات كذلك اللي انا كنقول فئات دابا مثلا ديال الملحقين ديال مثلا ديال التقنيين، دابا عندنا تقريبا واحد 400 تقني اللي دازت الملحقين للاداره والاقتصاد، ولكن ما غتستافدش من 5 سنوات، يعني رغم انها توظفت بالسلم 9، ولكن الان وجدت راسها داخل هذا الوعاء ديال هذه الفئه ديال الملحقين الاداره والاقتصاد او ما نسميه بالمختصين الاداره والاقتصاد، يعني بدون سنوات جزافيه. اذا وبالتالي الناس يحسوا راسهم بانهم غادي يتاجلوا سنوات للترقي الى الدرجه الاولى. اذا نحن امام واحد الملف اللي فيه مشاكل، وهذا هو يعني المسوغ باش حنا غنطرحوه مع وزير التربيه الوطنيه، يعني في اللقاء المقبل غنطرحوه هذا الملف ديال الزنزانه 10. سي عبد الله، دابا تنشوف انا هذا الملف هذا دابا اللي من اختصاص الوزاره واحدين فيه، الوغ دابا بحال دابا الملفات اللي ماشي من اختصاص الوزاره، بحال دابا يجي غدا عند هذا الوزير الجديد بالراده وتقول له ودي الله يخليك راه كاين الاقتطاعات، غيكون اقتطاعات راه وعدك بها القجع، والقجع راه فايت واعد الفلاحه ورجع لهم اثار رجعي 5 سنين، 5 سنين وانت راك عارف هذه المساله، اضرابات ديال 50 ورجع عليهم. سير عند الوزير غتقول له التعويض التكميلي الابتدائي هو واعد فيه وكان حاضر كان وفد حكومي، غادي ما عرفتش انا كيفاش غتعاملوا مع وزير التعليم في قضايا بحال دابا المقصيين من خارج السلم باتفاق ديال 2011، عندهم فين شادين؟ الناس شاده في 2011، كيف ستواجهون وزيرا ابدى سطحيه اهتماماته مع قطاع التعليم حتى انه بدا عطاه قال لي من العشل مزيان غتتشم ريحته من العصر، السيد في البرلمان ما قادرش يتعاطى مع اسئله بسيطه وعنده ستاف تبارك الله قداش، فما بالك انه يقدر تكون عنده اجوبه جاهزه لحوايج تجاوزوا، كيفاش انتم بهذه الحاله غتفاعلوا؟ غتمشي عند الوزير غدوي معاه غيقول لك انا ما فراسيش، واش غتعود تدقوا على القجاع؟ واش غديروا شي مذكره انكم تراسلوا رئيس الحكومه؟ كيفاش الملف اللي مرتبطه بحلول يعني حكوميه بقرارات حكوميه؟ اعتقد بانه وزير التربيه الوطنيه في بعد التنصيب ديالو اكد على انه هو مستمر يعني في وملتزم بكل الاتفاقات السابقه، لا يعني لان هذا وزير في اطار حكومه اللي شرفت على الاتفاقات، دونك انا كنظن انه ملزم بقوه القانون وبقوه التدبير السياسي للملف ديال التعليم، راه ملزم باش انه هاد الاتفاقات او المضامين ديال الاتفاقين خص يتم الاحترام ديالهم. انا كنقول انه الان ماشي الوزير ديال التربيه الوطنيه، راه كاين اطراف، كاين وزاره الميزانيه، كاين وزاره الوظيفه العموميه، كاين رئيس الحكومه، هذه كلها
الاطراف اللي متدخله في مجموعه من الملفات. وانا اقول لك مثلا الملف ديال الدكاتره، الملف ديال الدكاتره فيه التزام ديالاش، التزام ديال انه التسويات 600 دكتور ثلاث دفعات 600 في 24 و600 في 25 و600 في 26. اذا الان ما تمش الالتزام بهذا الشيء، راه دابا برمجت 600 منصب مالي في قانون الماليه ديال 2025، بمعنى انه في 24 ما تمش الاحترام ديال هذا الشيء. اذا هذه يعني اختلالات او تراجعات اذا اللي ممكن انها توقع في ملفات اخرى. اذا ولكن احنا نحذر يعني الوزاره من هذا الامر، وكنعتبروا على انه راه الى الوزاره ديال التربيه الوطنيه ما التزمتش بمجموعه من الامور اللي على الاقل اتفقنا عليها، فسنكون مضطرين اننا نردوا على هذا الشيء. انا كنقول بانه الملف ديال الدكاتره يعني رانا منزالين متشبتين بانه داك 600 منصب على الاقل خاص تدار في 25، ودار بمناصب تحويليه في 25 اللي يمكن لها تعطي 1200 في 25 و600 في 26 باش تعطينا 1800 يعني في 3 سنوات. دونك هذا الملف كذلك عندنا الملف ديال التعويض عن العمل بالوسط القروي، اللي هو كذلك كنا اتفقنا على انه البدايه ديال التفعيل ديال هذه النقطه خصها تكون في شتنبر 2024. اذا الان تمت الازاحه ديالها ل 25، كيقولوا رغم انهم في 25، دونك حنا مازال لحد الان ما توصلنا حتى بشي حاجه، لا بقرار لا مشترك ديال وزير الماليه ووزير التربيه الوطنيه في هذا الامر. دونك يقال ان هذا الملف انه غادي يكون في 25، دونك راه مازال في هذا الملف ما فيهش التزام. كاين الملف ديال حاملي الشهادات، المباراه ديال حاملي الشهادات اللي كنعتبر انا هذا الملف من اكثر الملفات كذلك مظلوميه. هذا الملف كاين اللي عنده الماستر في 2016 ولكن ما ترقاش بها، ما ترقى بها لا افقيا ولا عام، ما غير بها الاطار، ما ترقى بها الدرجه. اذا رغم انه كان الاتفاق ديال 18 يناير 2022 والاتفاق ديال 14 يناير 2023، والاتفاقات هذه ها حنا الحدود اللحظه المباراه لم يعلن عليها. اذا كنعتبر حتى هذا الامر هذا ماشي صحي وماشي سليم، رغم ان الوزاره يعني كتاكد على انها ملتزمه يعني كثرت النصوص وكثرت الالتزامات وكثرت الملفات والنظام الاساسي جديد وخصو يعني الانتقال من النظام الاساسي الى النظام الاساسي يتطلب يعني واحد العمل، ولكن رغم ذلك نؤكد على انه الوزاره خصها تتحمل مسؤوليتها وتحترم يعني ما التعاقدات الاجتماعيه المبرمه معها، وزاره الميزانيه كذلك خصها تتحمل مسؤوليتها، ورئيس الحكومه خصو يتحمل مسؤوليته في تنزيل ما تم الاتفاق عليه، لان راه الاتفاقات يعني العبره ديالهم ماشي بالتوقيع ولكن بالتنفيذ. انا اتابع الان التعليقات، يعني رغم ما حققه الحراك وهذه حقيقه على المستوى المركزي، لا زال هناك غضب كبير على مستوى فئات تعليميه وعلى راسها الناس ديال الزنزانه 10 والماده 81، تنشوف واحد الغضب. كاين ملف ديال المبرزين، كي تيسولني تقول لي فين وصف الملف ديال المبرزين؟ ايضا الملف ديال المبرزين حنا كنعتبروا الملف ديال المبرزين الان كان الاتفاق على انطلاق الاعداد في النظام الاساسي ديال الاساس ديال المبرزين. دونك داروا الاجتماع الاول والاجتماع اجتماعين حول هذا الموضوع. دونك تم يعني الاعداد ديال واحد المشروع نظام اساسي من طرف النقابات الخمس، وتم يعني تسليمه لوزارة التربية الوطنية على أساس أنه في الاجتماع المقبل يعني الجمعة المقبل غادي يستمر النقاش حول المضامين ديال النظام الأساسي والمحاور ديالو الأساسية. دونك كنعتبر بأن هذه إشارة إيجابية ديال على الأقل انطلق النقاش حول النظام الأساسي ديال المبرزين.
وضحايا النظامين، انا تنتلقى لي كومونتير هنا وتنتلقى في الهاتف ديالي ضحايا النظامين. نراه الإشارة ونعتبر لا مرحبا بأنه مرحبا، ماشي مشكلة، ضحايا النظامين لكن ماشي إشارة كبيرة. ضحايا النظامين كذلك. هذا الملف ورد في الاتفاق ديال 10 دجنبير، ولكن الآن تم الإحالة ديالو على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كنعتبره بأنه هذا كذلك عاوتاني يعني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عفوا الصندوق المغربي للتقاعد، عفوا الصندوق المغربي للتقاعد سامر. إذا تم الإحالة ديال هذا الملف أنه المستحقات والتسويات اللي يمكن لا تكون غادي يتكلف بها الصندوق المغربي للتقاعد. دونك هذا باش تعرف الصندوق كيداير. وحنا كنعرفوا الحدود اللحظه، الحدود اللحظه يعني النقطه المتعلقه بالضحايا النظامين ملي كنطرحوها مع وزاره التربيه الوطنيه، وزاره التربيه كتقول لك الملف عند الصندوق المغربي للتقاعد مع وزاره الماليه. دونك هذا الموضوع كذلك خص يعني الجهات المسؤوله تتحمل فيها مسؤوليتها، لانه ملف كذلك فيه مظلوميه كبير، كاين اللي تقاعد كاين اللي غير تغيير الاطار. سي عبد الله، اللي عندك شي حاجه تغيير الاطار؟ تغيير الاطار هو ديال قلت ديال حاملي الشهادات، راه قلنا لا لا، حاملي الشهادات الاخرين اللي كانوا مكلفين خارج الاطار. كاين الماده 77، الماده 77 اللي كتعلق بالاساسيده اللي كانوا والملحقين التربويين والملحقين الاداره والاقتصاد كيمارسوا مهام ديال اداريه، ولا موظفين في وزاره التربيه الوطنيه كيمارسوا مهام اداريه. دونك غادي يغيروا الاطار للمتصرف التربوي الا كانوا كيمارسوا مهام ديال الاداره التربويه، مدير ولا حارس عام ولا ناظر، وهذا وتوفر عندهم 4 سنين الاساتذه اللي كانوا في الاسلاك ديال ماشي الطبيعي ديالهم. وكاين عاوتاني الممونين، عاوتاني الاساتذه اللي عندهم كانوا مكلفين بمهام ديال التدبير الاداري والمالي واللي عندهم الدرجه الاولى باش يغيروا الاطار الى ممون. دونك الماده 77 الوزاره ديال التربيه الوطنيه دارت الاحصاء ديال المعنيين، وهي بصدد الان اعداد القرارات ديال المعنيين ديال التغيير. الاسلاك اللي كانوا في الابتدائي وتيمارسوا الثانوي ايوا راه هضرت عليها اللي كنقولوا الماده 45 المتعلقه بتغيير الاطار. كاين الكوطه اخويا عبد الله، الناس تسول هنا على الكوطه والتخصصات، تيقول في الامتحانات المهنيه كان خاص تكون الكوطه وفق التخصصات. هذا مطلب بيان سور خصنا نتبناوه وندافعوا عليه. فعلا كاين حيف، لانه الكوطا يعني بصوبه ما يعني فيها المتضررين، لان كاين تخصصات اللي كتعتبر نفسها متضرره. دونك هذا المطلب ديال اننا ندافعوا على الكوطا لكل تخصص في الثانوي وفي الاعدادي، هذا يعني مطلب اللي مشروع وحنا كنتبناوه. المناطق النائيه سي عبد الله، المناطق النائيه هو تيبقى مطلب مركزي ولا حكومي ولا كيفاش غادي؟ المناطق النائيه راه قلت بانه الوزاره قالت اودي بانه القرار المشترك بين وزاره التربيه ووزاره الماليه يشتغلون على هذا الملف، يعني في افق البدايه ديال 25 يعني فبراير ولا مارس غادي يبان هذا التعويض عن العمل بالمناطق النائية كذلك. إذن أنا حاولت، لأن كان خاصنا يكون عن طروازيام، حاولت نستعن بعض الأصدقاء أنه يتكلف لنا بلي كومنتير، لأن كان واحد الغزارة في لي كومنتير بزاف يعني إخباري، واللي خاصهم يعرفوه بالناس اللي متبعين راه أوجه الدعوة للجميع، راه ماشي غير اللي عندهم أكثر تمثيلية، تالي ماشي أكثر تمثيلية، كل واحد في الساعة تنوجه دعوة. كاين احيانا الناس اللي تنستضيفهم بالبعد التقني حول مستجدات، كاين اللي حول المواقف المركزيه، اذا بمعنى ان راه موجه الدعوات وبالدليل، وهناك من يعتذر، هناك من يطلب مساله وقت، وتنتمنى اننا ما نكملوش هذه العمليه. بقى الاسئله تتقاطر، غنحاول. كاين تيتكلم على مباراه التفتيش والتوجيه. مباراه التفتيش والتوجيه كي يعني الان الوزاره في البرنامج اللي توصلنا بواحد المقترحات ديال على انه غادي تكون في 2025. دونك التنظيم ديالها غادي يكون في المباراه ديال المستشارين ديال التوجيه والتخطيط، والمباراه ديال المفتشين، وكذلك حتى المباراه ديال الاداره التربويه.
عبد الله، انا باغي نسولك اسئله وتتقاطر اسئله. انا باغي نسولك واحد السؤال اولا مهم، انا اللي غنسولو لك هذا، انا اللي غنسولو لك. انتم في لي فانو دابا كاين هاد النزوعات العماليه، انا باغي توقفوا مع الحراس الامن، باغي توقفوا مع المنظفات، ملف ديال المربيات، مجموعه ديال يعني هذه من الناحيه المبدئيه كاينه المبدا ديال الوحدويه. الا ترون بأن إعادة شوية ديال النقاش في إمكانية أنكم تخرجوا من الحجم القطاعي وتشوفوا المركزي، ترجعوا للمركزية الأم، تلتحقوا بالمركزية أخرى، تشوفوا شي حل ديال المركزية في الوظيفة العمومية، لأنكم ما تقومون به تتواجدون في الشبكة التقاعد، تتواجدون في الجبهة، تتواجدون مع المربيات. وانا عارف انا تندوي مع واحد دابا عمالي، ما تندويش مع واحد في التعليم. انا من عرفت عبد الله عرفته كاتب اتحاد محلي بافقيا بعمالي. واش كاينش هذا النقاش هذا حاضر داخل الاجهزه ديال الجامعه الوطنيه للتعليم؟ الجامعه الوطنيه للتعليم هي نقابه قطاعيه، نقابه كتشتغل في القطاع ديال التعليم. حنا كنقولوا القطاع ديال التعليم الان كيضم الموظفين وكيضم العمال، كيضم، لان نتيجه ديال السياسه ديال الخصصه تم يعني الارساء ديال فئات هشه في القطاع، فيهم المربيات ديال التعليم الاولي، فيهم العمال ديال الحراسه والنظافه والطبخ. دونك من مهمتنا حنا كنقابه اننا نهتموا بهذه الفئات اللي كاينه في القطاع كامله، وبيان سور نحن منفتحين على التفاعل مع القضايا يعني الاجتماعيه، بحال الجبهه الاجتماعيه يعني اللي كتهتم بالغلاء والسياسات والخدمات العموميه في البلاد. كذلك كنتفاعلوا مع القضايا ديال فلسطين في اطار الجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناهضه التطبيع. نتفاعل مع القضايا الان ديال الاضراب وديال التقاعد وديال هذا الدمج ديال الكنوبس في لاسينيسيس في اطار هذه الجبهه المغربيه ضد قانوني الاضراب والتقاعد. نتفاعل مع كل القضايا يعني الانسانيه والقضايا الوطنيه. علاش؟ لان بالنسبه لنا نحن يعني لا نعتبر انفسنا نقابه خدماتيه، يعني تشتغل فقط على يعني تقديم خدمات يعني مؤطرة عرق مؤطرة ونقابة مؤطرة، ولكن النقابة يجب أن تكون لها دور تأطيري في المجتمع، دور تأطيري في العلاقة في القطاع. ولكن ماشي اختيارات سي عبد الله، ماشي شوف انتم ربح القطاع التعليم لي فينو جات وخا كسيدة في التاريخ، وقع ما وقع ربح في القطاع التعليم ونشط مزيان الأمور، ولكن ماشي خسارة للحركة النقابية عموما أن أطر مكونة بحجمكم وبحجم كبير قشة وغيره وكذا أنها تكون في هذه المرحلة بجانب العمال، تستفرد بها جهات أخرى وتمرر على ما تمرر. نترك الأمر للتاريخ، الحركية ديال التاريخ غادي يمكن تفتح آفاق أخرى. يمكن ليسونسيال يجب أن نهتم الآن بقطاعنا، قطاع التعليم يحتاج إلى عمل نقابي أقوى، وعمل نقابي وحدوي، وعمل نقابي ديمقراطي، وعمل نقابي الذي قادر على الأقل تحقيق هذه المكتسبات. ها أنت الإخوان والأخوات كيحتجوا غضبانين، وبغينا هاد الناس نحققوا لهم المكتسبات ديالهم، وبغينا هاد الناس يدخلوا للعمل النقابي ويتحملوا المسؤولية ويكونوا في النقابات ويغيروا يعني الوضع ديال الحركه النقابيه في القطاع ديال التعليم، ويعملوا على الدمقراطه ديالها ويعطيوها البعد الكفاحي باش يمكن لها على الاقل تحقق هذه المكتسبات اللي كنقولوا هاد المطالب ديالها. لان العديد من المطالب ديال القطاع ديال التعليم هي الان في خبر كان، مع العلم ان القطاع ديال التعليم راه يشكل 60% في الوظيفه العموميه، بمعنى ان اكبر قطاع مهني داخل الوظيفه العموميه. إذن وبمعنى أن الشغيلة ديالو هي واحد الشغيلة مناضلة، واحد الشغيلة اللي تقدم تضحيات لا على المستوى المهني ولا حتى في الحركات. جميع الحركات اللي كانت في بلادنا، يعني سواء الحركات الشعبية ولا الحركات الاجتماعية ولا الحركات يعني النقابية، كنا كنوجدوا دائما نساء ورجال التعليم يعني يتحملون المسؤولية وكيأديوا الضرائب. والدليل هو
المعتقل السياسي محمد جلول، يعني كرجل تعليم، كنقابي، كيعني مؤطر الذي يعني القناعة ديالو بإمكانية بناء مغرب آخر ممكنة، والخرط ديالو في النضالات النقابية والنضالات الشعبية والنضالات الاجتماعية، هو كيأدي الضريبة. يعني هذا وجه من الأوجه ديال هذه المرحلة هذه، بالإضافة إلى العديد من النساء ورجال التعليم اللي كانوا في الستينات والسبعينات والثمانينات، واللي كنقراو عليهم واللي كنعرفوهم، اللي أداوا يعني للضريبة على مستوى الاعتقالات والنفي والاستشهادات. نعطيك واحد من الوجوه سي عبد الله، شوف معايا هذا الوجه هذا، كاين عليه واحد التعليق. شتي؟ بيان سور، هذه الرفيقه نبيله منيب. في كلمه حقها. الامينه العامه السابقه للحزب الاشتراكي الموحد، مناضله مقتدره حاضره في الساحه، لها بصم، عندها بصمة ديالها في المشهد السياسي. هي غندي دوك شي وجه اخر تبع معنا، لا تمكننا سيدي، شوف التكنولوجيا هل تسعفنا. هاك سيدي، ها هو هاد السيد، ها هو تتعرفو مزيان. هذا الرفيق مصطفى برهما، الكاتب العام السابق ديال حزب النهج الديمقراطي، مناضل معروف بمواقفه التاريخيه وانحيازه الى الجماهير الشعبيه، وادى الضريبة. نتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى له الشفاء العاجل. زيدوا كسيدي واحد الوجه اخر، شوفوا هذا السيد هذا شي تشد لينا. انا غنجيب لك واحد النيت. واو، شوف هذا الراجل هذا مسكين. شتيه؟ المحجوب بن صديق، الامين العام السابق ديال الاتحاد المغربي للشغل، عرفناه. قول شي كلمه. ايوا، المحجوب مدرسه يعني ديال الحركة النقابية في الاتحاد المغربي للشغل. أنا تربيت في الاتحاد المغربي للشغل، وأعتبر بأنه تربينا فيه يتقن اللعبة، ولكن كنعتبر بأنه يعني الفترة ديال المحجوب بن صديق كان هذا دور كبير في الإضرار بالحركة النقابية على مستوى البلاد، لأنه كان يعني كان الاستبداد بالنقابة والانفراد بالقرار، وبيان سور والمحاربة ديال كاع المختلفين معاه. وهذا انا بالنسبه لي يعني ماشي كنقولها لانه التاريخ يجب ان خصو نقولوا شي حاجه، اللي لانه لو كانت عندنا حركه نقابيه في موحده وكانت عندنا مركزيه انذاك استطاعت ان تحترم الاختلاف والتعدد، وهذا كنا ما غنوصلوش. كان يتقن لعبه الاختلاف ويرتب الاختلافات والتناقضات، للاسف هذا تقاسموا جميع. اخويا عبد الله، اش غادي نقول لك؟ شكرا لك وتبارك الله عليك، وشكرا على سعه الصدر ديالك، وقناه مفتوحه لك، كلما نرجعت عندك شي فكره عيط على التليفون ومرحبا وشكرا لك. شكرا لك السي عبد المجيد، واتمنى لك التوفيق في هذا المسار الجديد. وحنا نعتبروا هذه القناه هي قناه ديال مساعدة الحركة النقابية والحركة العمالية على تلمس طريقها وعلى الوقوف على مشاكلها وعلى قضاياها والنقاش ديالها. وتنضرب موعد مع غدا مع سميتو، كاينه واحد القراءة بسيطة حول هذا المشروع الثاني ديال القانون الإضراب، وعلى الرد ديال المركزية عليه، لأن كاين ما يتقال وكاين ما يدار، وكاين وثائق مهمة خاص كاع الأجراء يتبعوها، وحتى الترتيب لمواجهته قبل ما توقع الفاس في الراس. وتحية للجميع.